احنا اليوم عندنا نشاطات في المكتبة ابتداء من العطلة الشتوية. كان عندنا برنامج منظم من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال ابتداء من الكتاب الإبداعي لمناقشة القصص للرسم لورشات العمل المسابقات الثقافية ورشات التوعية والتثقيف حول الأمور الجاية اللي بتصير حولنا، حول الأمور الصحية حكينا لهم عن انفلونزا الخنازير كيف الوقاية منها، من ورشات العمل الصحية. الأطفال بيجوا كل يوم تقريبا تستقبلهم طوال اليوم للقراءة الحرة للرسم للتلوين، بيقضي الوقت هون وقت فراغ في شكل مفيد وشكل موجه وتحت مراقبة يعني منتظمة، وإحنا بناخذ بعين الاعتبار احتياجات الأطفال بهاي الفترة، ومن كل عمر بنعطيه القصص اللي بتناسبه والنشاط اللي بيناسبه، وبنوجه الأطفال لنوعية القصص اللي بقرأوها. وبشكل عام نحن أنشطتنا هي بتركز على تنمية الطفل وتفريغ للطفل في هذه الأجواء وتوفير جو مناسب ومكان مناسب لقضاء الأنشطة الثقافية للطفل في هذه المرحلة. باجي كل يوم على النادي الثقافي، كتير بنستفيد من القصص. اليوم في كنا نشاط قراءة قصص، في هناك مجموعة بتعمل نشاط صناعة يدوية، بدهم يعملوا ساعة من ألوان علم فلسطين. كتير بننبسط هنا، بنمثل قصص شعبية، بنقرأ قصص، بنستفيد كتير شغلات منها. في موسوعات عن الحيوان، في موسوعات عن النباتات، كتير بنستفيد. وأنا لما من كتر ما باجي هنا تقوت شخصيتي وزاد حبي لقراءة القصص. اليوم المركز الثقافي هو ينبض بالحياة بالأطفال الموجودين بأقسام المركز من ضمن مكتبة الألعاب التربوية، المكتب الثقافي ومختبر الكمبيوتر وبرنامج الأطفال الشتوي أيضا للصغار، بالإضافة لأنه عندنا مجموعات البحث الصغير بالتعاون المشترك مع مؤسسة النيزك، وكمان بالإضافة لبرنامج الذكاء العقلي اللي هو بالتعاون والشراكة مع المركز الأصمعي الثقافي. طبعا هاي البرامج كلها وهذه البرامج بتنصب ضمن أهداف ورؤية المركز الثقافي لتنمية الطفل بملء وقت الطفل في وقت الفراغ والإجازة بالشكل الإيجابي المطلوب والترفيهي والموجه طبعا من خلال البرامج والخطط اللي احنا بنقوم فيها من ضمن بالتعاون مع الأقسام، بالإضافة لأنها طبعا بتبرز جوانب إيجابية بشخصية الطفل. بنقدر كمان أنه نسيطر على جوانب سلبية أحيانا بشخصية الطفل من خلال البرامج والأنشطة، من خلال دمجهم في الأنشطة اللامنهجية اللي احنا بنقوم فيها. بتعود هاي طبعا البرامج والأنشطة على شخصية الطفل بالهدوء والاستقرار أكثر، بالإضافة لأنه الأهل كمان بيكونوا قديش هم مطمنين أنه ابنهم في مكان آمن هادئ ضمن طاقم مهني متخصص بالتعامل مع الأطفال. إحنا هنا عندنا مخيم شتوي للأطفال، بنعطيهم ورشات، بنعطيهم أشغال يدوية، رياضة، ألعاب هدفها تعزيز العلاقات الاجتماعية بينهم، تقوية روح العمل الجماعي، الأهداف التربوية والسلوكية والتعليمية والترفيهية كليتها موجودة عندنا في المركز في المخيم الشتوي هنا. حاليا احنا في المركز الثقافي لتنمية الطفل عم نتعلم خطوات البحث العلمي في التفكير الناقد عشان نتعلم كيف نكتب بحث علمي متناسق بشكل مناسب.